من بين أسمائه العديدة، يحب الأهالي منادته بمنفذ الموت، وهم لم يفعلوا ذلك ترفا كما يقولون عندما يتحدثون عن منفذ الدحي الذي أصبح أشهر الممرات وأصعبها، وفيه فقدت أرواح وماتت أحلام. خلال الأشهر الماضية كان عبور هذا المنفذ يحمل في طياته الكثير من المخاطرة التي لا تتوقف عند سلب الأشياء، بل قد تصل إلى سلب الأرواح. يتوقف الناس قبل العبور من خلاله ويلتفتون حولهم وهم سائرون عبره، وكأنهم يلقون نظرتهم الأخيرة ليس إلى المكان المحاصر بالقناصة بل إلى الحياة كلها. فمن يضمن أن لا يصبح السائر في الطريق هدفا مشروعا لمن يجلس خلف رشاشه يبحث عن ضحية سهلة المنال، كما كتب أحد الذين يستخدمون هذا الممر للعبور الدائم في صفحة خاصة برصد الانتهاكات: كان الموت أكثر من يعبر هذا المنفذ وتمنع المقتنيات البسيطة من الدخول إلى مدينة تعز، وآخر ما توصلت إليه الميليشيا هو البدء بإقامة أسوار إسمنتية. وبعد أن تم إغلاق كافة المنافذ من قبل ميليشيا الحوثي، أصبح الدحية الطريق الوحيد الذي يمكن تجاوزه إلى الضفة الأخرى وربما إلى الحياة الآخرة، كما حدث لكثيرين حاولوا المرور عبره أو إنقاذ جرحاهم الذين قضوا قرب المعبر.